والشعبية. الشهيد المرحوم جندوزي عمار ابن الشهيد الرمز محمد. شهيد الرمز سليماني. أن تقف سيدي على هذه المنصة التكريمية بأبنائهم الذين ساروا على الدرب وبأحفادهم اليوم نسبع. شرفتنا سيدي بهذا الحضور. إن حضوركم هذا يا بنات وأبناء الشهداء نابع من حرصكم الشديد على تبليغ رسالة الشهداء وحفظ وديعتهم، وإنكم في تنظيمكم العتيد المنظمة الوطنية لأبناء الشهداء بزخمها التاريخي تمثلون كتلة متينة وقوة وطنية واحدة موحدة حافظة لأمانة الشهداء سائرة على النهج القويم للجزائر الجديدة التي استكمل رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون إرساء أركانها. يشرفني أن أعبر عن بالغ عرفاننا وكبير تقديرنا للسيد رئيس الجمهورية اعتزازاً بحرصه الدائم على الوفاء بالعهد لجيل الثورة التحريرية من خلال صيانة مكانة المجاهد والشهيد. إننا بهذه المناسبة نعلن عن تأييدنا الكامل لكل القرارات التي اتخذها السيد رئيس الجمهورية بشأن القضية الفلسطينية.